حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن اسلم عن امه عن حفصه بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت عمر يقول نحوه وقال هشام عن زيد عن ابيه عن حفصه سمعت عمر رضي الله عنه